مشاهدينا الكرام، وصلنا للجزء الأخير من مشوار صباح الخير يا عراق. هذا الجزء مجموعة من الأخبار المحلية والعربية والدولية في فقرة الصحافة، والزميل ماهر صباح الخير عليك مرة ثانية. أهلا، صباح الخير أثير إشراقة الصباح رسل. هذه جولة في أبرز وآخر الأخبار الصادرة في الصحف المحلية. بداية كالمعتاد أحبتي المشاهدين، نطالع ما جاء في الصباح الرسمية. البرلمان يحقق والحكومة توضح حيثية سرقة أموال الضرائب. أيضا معضلة النفط والغاز تؤرق الحزبين الكرديين. أيضا النزاهة النيابية لجان لمتابعة إنفاق أموال الأمن الغذائي. والسبت المقبل التصويت على وزراء السوداني. وفي آخر أبرز العناوين، البرلمان يحقق والحكومة التعليم التقديم إلى الدراسة المسائية لذوي الشهداء. أبرز ما جاء في تفاصيل الأخبار ما نشرته الصحيفة الإلكترونية، البرلمان يحقق والحكومة توضح حيثية سرقة أموال الضرائب. اتسعت خلال 24 ساعة الماضية تداعيات الأزمة التي خلفها الكشف عن سرقة 5,200,000,000 دولار من أمانات هيئة الضرائب بمصرف الرافدين. وأعلن مجلس القضاء الأعلى صدور مذكرات استقدام بحق مسؤولين عن القضية ومذكرات قبض أخرى بحق شخصيات متورطة فيها، في وقت عقدت فيه اللجنة المالية النيابية أمس الثلاثاء اجتماعا مع وزيرة المالية وكالة والمدراء في الوزارة وهيئة الضرائب. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، المشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي. ولفت البيان إلى أن المحكمة أصدرت كذلك مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات المتورطة ووضع الحجر الاحتياطي على حساباتها، والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة. أيضا في الأخبار، رئيس الجمهورية يتلقى رسائل تهنئة من ملوك ورؤساء عرب. تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد أمس الثلاثاء رسائل تهنئة من ملوك ورؤساء عرب وعدد من السفراء بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية. وذكر بيان الرئاسي أن رئيس الجمهورية تلقى رسالة تهنئة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية، وأضاف أنه جاء في النص الرسالة: بمناسبة انتخابكم وأدائكم اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية العراق، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، متمنين لكم التوفيق والسداد ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. النقل النيابية تطالب بالتحقيق في العقود الخمسة لميناء الفاو. طالبت لجنة النقل والاتصالات النيابية بفتح تحقيق بشأن العقود الخمسة لميناء الفاو، بينما شددت على ضرورة تفعيل دور السلطة البحرية وفصلها عن شركتي الموانئ والنقل البحرية. وقال عضو اللجنة النائب عامر عبد الجبار إسماعيل للصباح عقب استضافة لجنته وزير النقل ناصر الشبلي وعددا من المدراء العامين لتشكيلات الوزارة، أنه طالب بفتح تحقيق سريع وعاجل حول العقود الخمسة لميناء الفاو التي وقعت العام الماضي وأحيلت إلى الشركة الكورية من دون ائتلاف الشركات الصينية وبرغم أفضلية العروض الأخيرة. وأضاف إسماعيل أن التحقيق يشمل جميع عقود التشغيل المشترك بسبب تدني حصة شركة الموانئ فيها لصالح الطرف الثاني، موضحا أن لجنته اطلعت على نسبة إنجاز العقود الخمسة
وتبين لها تحقيق النسب المئوية المخطط لها في 3 عقود فقط، وتلكؤ نسب الإنجاز في 2، نفق والحفر البحري. وتم توجيه الوزير بضرورة معالجة التلكؤ في 2 الأخيرين. أما في الصفحة الرياضية، منتخب الشباب يتأهل إلى نهائيات آسيا 2023. تأهل منتخبنا للشباب بكرة القدم إلى نهائيات آسيا 2023 في أوزباكستان، رغم خسارته أمام نظيره الأسترالي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب علي السالم الصباح في الكويت، لتحديد بطل ووصيف المجموعة 8، وليكون ليوث الرافدين من بين أفضل 5 ثوان من المجاميع 10 التي تأهلت إلى البطولة القارية وبفارق اللعب النظيف. دخل المدرب عماد محمد اللقاء بذات العناصر التي خاضت مباراة الكويت الأخيرة باستثناء تغييرين 2 هما محمد جميل محل بلند آزاد وعباس ماجد بديلا لعباس فاضل، وقد شهدت الدقائق 20 الأولى كتطبيقا واضحا لدفاع المنطقة المتوسط في الثلثين الدفاعي والوسطي مقابل منح الكرة للفريق المنافس للشروع بالتحضير خلال تلك الدقائق. حاول الكنغارو نقل الكرات إلى الأمام والوصول لمرمانا بفعل تحركات اللاعبين دونيلا لوبان، أدريان كويل، بوفيتش، وأخيرا يايا دوكوبي. في الصفحة الأخيرة للصباح، عودة قداسات الكنائس. عادت القداسات الإلهية الدورية مجددا بعد غياب طويل عن الكنائس الدينية ودور العباد في عموم سهل نينوى. وقال المطران حكمة سعد إيشو للصباح إن الكنائس في سهل نينوى وتحديدا قضاء الحمدانية عادت القداسات مجددا بعد اكتمال أعمارها وعودة أكثر من 5000 عائلة مسيحية مهجرة. وأضاف إيشو أن الكنائس في قضاء الحمدانية أقامت بهذه المناسبة تذكار القديسة مارت شموني وأولادها الشهداء 7، وهو القداس الأول ما بعد تحرير مناطق السهل من جرذان داعش الإرهابية شرق الموصل. من الأخبار نقف عند الآراء والمقالات. اخترنا لكم مقالا بعنوان العنف المدرسي للكاتب دكتور حميد طارش، تقرأه الزميلة بشرى حسين. نتابع. العنف المدرسي بقلم الدكتور حميد طارش. بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في العراق، وقعت جريمة عنف مدرسي في إحدى مدارس مصر، راح ضحيتها التلميذة بسملة أسامة علي محمد البالغة من العمر 9 سنوات بعد تلقيها الضربة من معلمها بعصا خشبية على رأسها. ذكرتني هذه الحادثة بوفاة أحد التلاميذ نتيجة ضربه من معلمة في إحدى مدارس بغداد وآخر في ميسان. تتعدد وتتكرر تلك الجرائم مسببة الموت والعوق للتلاميذ، فضلا عن تأثيرها السلبي على مواصلة الدراسة والتفوق العلمي فيها. في منتصف المقال، العنف المدرسي يجد أساسه في العنف المجتمعي، وهو سبب ونتيجة، أي بمعنى أنه يغذي العنف في المجتمع فيكون سبباً له، وهو بالأصل كان نتاج العنف المستشري في مجتمعنا. وسواء كان العنف الأسري أو العنف المجتمعي أو عنف الإرهاب والجريمة المنظمة، إلا أن العنف المدرسي يعد من أقبح وأسوأ صور العنف، كونه يمارس في مؤسسة يجب أن تكون الأولى والأساسية في نبذ العنف وتهيئة جيل يؤمن بأن التسامح والمحبة وقبول الآخر والحوار هي وسائل حل المشكلات وليس العنف. وفي ختام المقال، تتوسل الهيئة التعليمية في تأديب التلاميذ وتوجيههم ومعالجة مظاهر السلوك غير الاجتماعية بينهم بما يأتي: النصح والتوجيه الفردي، استدعاء ولي الأمر إلى المدرسة والمداولة معه لإرشاد التلاميذ، الإنذار، التوبيخ، النقل إلى مدرسة أخرى، وتزود المدرسة المنقول إليها بتقرير سري يتضمن أسباب النقل.
تمنع العقوبة البدنية بأي شكل من الأشكال منعا باتا. ولدى النظر في النص المذكور لم نرى أي عقوبة بدنية، بل نراه صارما في منع العقوبة البدنية، مما يجعل مرتكبها خاضعا للمساءلة القانونية. أهلا بكم مجددا إلى صحيفة الزمان، حيث اتفاق خفض الإنتاج يدعم توازن السوق النفطي. عد خبير نفطي قرار أوبك بخفض إنتاج النفط لا ينطوي على التهديد ويدعم جهود إعادة التوازن للسوق العالمية، ورجح تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة ودول المنظمة عقب رفضها دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة إنتاج الخام وسد نقص الوقود في أوروبا التي متوقع أن تواجه شتاء قاسم بسبب الأزمة الأوكرانية التي يثير استمرارها مخاوف العالم. وقال بيوار خنس للزمان أمس أن قرار أوبك ودول بلاس في تخفيض التصدير لا ينطوي على التهديد بقدر ما سيؤدي إلى استقرار الأسواق وتقليل الضغوطات الروسية في مجال الطاقة على دول الاتحاد، كما سيخلق بيئة محايدة إلى حد ما تحمي المنطقة والعالم من نشوب حرب كونية وإن كانت خاطفة، لكنها إذا استمرت ستحرق الجميع. وأضاف أن مصادر الطاقة المتمثلة بالنفط والغاز تظهر مع مرور الزمن أهميتها في إدامة وتعميق الصراعات التي تولد منها تحالفات دولية لا تنسجم مع مفهوم النظام العالمي الجديد. في الزمان أيضا، فريق متخصص ينجح بإعادة البصر لسيدة مسنة. نجح فريق طبي متخصص في مستشفى ابن الهيثم للعيون ببغداد في مساعدة سيدة مسنة على استعادة بصرها بعملية جراحية نوعية معقدة. وأوضح الطبيب الاستشاري عمار فؤاد عيسى مدير المستشفى أن المريضة خضعت لإجراء عملية زراعة قرنية مع استبدال عدسة مزروعة سابقا، حيث كانت تعاني من ضعف بصر شديد، مؤكدا أن المستشفى سجلت في الآونة الأخيرة إجراء العديد من العمليات المعقدة والنادرة، البعض منها كان يجرى خارج البلاد مكلفا المرضى مبالغ مالية كبيرة. بدورها تحدثت رئيس الفريق الطبي المشرف على إجراء العملية دانيا راضي عبد الرماحي أن المريضة وبعد مراجعة المستشفى في وقت سابق أجريت لها مجموعة من الفحوصات الطبية الأولية التي أظهرت حاجتها لإجراء عملية تبديل قرنية صفيحة أو الجزئية دالك، إلى جانب استبدال عدسة مزروعة سابقا، لافتة إلى أن المريضة تحسنت حالتها بشكل تام بعد معاناة استمرت لسنوات بسبب عدم قدرتها على الإبصار نتيجة وجود عتمة شديدة في القرنية وتشوه في الحجرة الأمامية أو في الحجرة الأمامية، حيث أجريت لها العملية في وقت قياسي لم يتجاوز الساعة الواحدة تحت التخدير الموضعي، تكللت بالنجاح. في الزوراء الأخيرة، الجوية تعزز الصدارة والزوراء يصالح جمهوره في جولة الممتاز. تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة للدور الممتاز بكرة القدم بإقامة 5 مواجهات، 1 في دهوك والبقية في ملاعب العاصمة، على أن تستكمل بقية المواجهات يوم غد الخميس. يعود جمهور الجوية لملعب الشعب لدعم مهمة الفريق أمام كربلاء عند الساعة 7:30 مساء. والجوية ما زال يعاني هذا الموسم من فقدان لقبي الكأس والدوري، ويكون قد تعلم الدرس جيدا بعدما فشل المدربين 5 في المهمة السابقة التي يتحملها اليوم عدنان كثير، الذي يبدو قد نظم الخطوط بفضل تعامله مع وجوه المنتخبات الشبابية لفترة. واليوم يمتلك الفريق العديد من اللاعبين المطالبين على تقديم أفضل ما لديهم للمرور بنجاح من الاختبار الثالث بكل الفوائد. لما يتبقى سوى كاريكاتير صباح المشاهد. أحبتي، هذه هي ختام الجولة في الصحف هذا اليوم. هذه عودة للزملاء في استوديو الصباح. رسل، لكم الجو. شكرا لك ماهر على كل هذه الأخبار. شكرا جزيلا لك.